السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم إخواني؟ شو أخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اليوم إن شاء الله جاي أحكي عن الربح من الإنترنت. طبعا لسه في لحد الآن كثير من الناس أو فئة كبيرة من الناس لحد الآن مش مقتنعين بإشي اسمه ربح من الإنترنت. أنا على فكرة كنت واحد من هالناس أيام زمان، كنت أفكر طب لو بدي أربح من الإنترنت كيف بدي أربح؟ ماشي جمعت مبلغ، بس كيف بدي أخذ المبلغ؟ هل في شخص مثلا بيطلع إيده من الشاشة وبعطيني دولارات، ولا بعطيني دنانير أردنية مثلا؟ مش فاهم. هيك كان تفكيري محدود بصراحة، ولكن بعد البحث المطول قدرت اني افهم شو هو الربح من الانترنت والطرق والاساليب وكيف بامكانك تربح من الانترنت وتأمن دخل ان شاء الله ثابت بشكل شهري، على اساس انك تصرف على حالك من وراء الدخل ويكون دخل اضافي غير دخلك اللي بشغلك الطبيعي. طيب اليوم انا جاي احكي لكم ايش المواقع اللي انا حاليا بعتمد عليها عشان اربح من الانترنت. طبعا انا راح اشارك معاكم نسبة ارباحي، بس ما تحطوا هاي الارباح هدف بالنسبة لكم، او مثلا ما تاخذوني قدوة لكم انه مثلا انا بدي اصير اربح زي سعيد. لا، خلي دايما طموحك اعلى من هيك، حط لحالك اهداف اكبر من الاهداف اللي انت بدك اياها على اساس انك توصلها ان شاء الله، وكل ما اصريت ما في اشي مستحيل، ان شاء الله بتوصل لهدفك. طبعا زي ما حكيت لكم انا لسه قناتي صغيرة والمدونة تبعتي صغيرة، يعني لسه في بدايتي، فبالتالي أرباحي مش هذيك الأرباح، ولكن إن شاء الله اليوم بنفيدكم بأفضل الطرق للربح من الإنترنت بالنسبة إلى كمبتدئ، أوكي؟ لأنه في طرق متقدمة للمسوقين اللي بيكون تخصصهم تسويق، مع إنه أنا تخصصي تسويق، بدرس تسويق، ولكن لساتني يعني مبتدئ بدك تحكي، مش مسوق لسه، لا أعتبر مسوق. على كل، خليكم معاي ويلا نحكي بسم الله ونبلش. طبعا زي ما أنتوا شايفين هاي مدونتي، إذا بتلاحظوا عليها إعلانات. الإعلانات هاي مش إعلانات أديسنس، زمان كنت مع أديسنس، ولكن زي ما أنتوا بتعرفوا سياساتهم وقوانينهم كثير قاسية وكثير صعبة، لدرجة أنه إذا بتغلط أي غلط، لو كانت قناتك أو مدونتك أكبر مدونة بالعالم بلحظات بيطيروك، ما عندهم يم مرحميني ولا لحية مشطة زي ما بنحكي. فعشان هيك أنا بما أنهم رفضوني حاولت معهم أكثر من مرة بس يئست بالآخر، فدورت على بديل لأديسنس، والحمد لله وجدت بديل أفضل من أديسنس وأرباحه إن شاء الله بتكون أحسن. وبالمناسبة كل موقع راح أحكي لك عنه اليوم أنا شارحه سابقا، بإمكانك تفوت على قوائم التشغيل اللي موجودة عندي بالقناة، في قائمة اسمها الربح من الإنترنت، موجود فيها كل المواقع اللي راح أحكي عنها اليوم، بإمكانك تشوف شروحاتها، كل موقع له شرح مفصل. بس إن شاء الله برضو اليوم كل موقع بدي أحكي عنه راح أترك لك رابطه داخل التدوينة، ورابط التدوينة موجود إن شاء الله تحت الفيديو بالوصف. على كل، نحكي عن الإعلانات هاي من أي موقع. إعلاناتي هاي أنا مركبها من هالموقع اسمه Revenue Hits، خلينا نفوت عليه ونشوف كيف شكله. زي ما أنتوا شايفين هاي واجهته الرئيسية. هالموقع أنا شرحته سابقا، زي ما حكيت لك بإمكانك تدخل على قائمة التشغيل اللي اسمها الربح من الإنترنت، أو من خلال مدونتي ورابط التدوينة موجود تحت الفيديو بالوصف. راح أكون كاتب التدوينة وعامل تقسيم للتدوينة، كل فيديو لحاله وكل فيديو شوية شرح أكتبه كتاب عليه، وإن شاء الله بتستفيدوا من هالإشي. طبعا زي ما انتم شايفين عندي هون 9.4 دولار، هاي ارباح امبارح اليوميه، يعني هاي كانت ارباح امبارح. حاليا انا معي 81.73 دولار في الموقع. اليوم 16 الشهر، لسه ما كملنا الشهر. على كل، خلينا نفوت على البيمنتس او الدفعات ونفرجيكم شو ربحت معهم. انا الي معاهم 5 اشهر. طبعا زي ما انتم شايفين اول شهر ربحت 87 دولار، الشهر اللي بعده 157، الشهر اللي بعده 190، الشهر اللي بعده 164، الشهر الحالي اللي انا فيه 81 دولار. طبعا هدول ال 256 دولار هم جمع بين ارباح الشهر الماضي وارباح الشهر الحالي، لانه ارباح الشهر الماضي لسه ما اندفعت لي، الشهر هذا ان شاء الله بتندفع لي. طبعا كتفصيل ممل ان شاء الله بالفيديو اللي انا شرحته عن هالموقع راح يكون موجود فيه تفصيل ممل وشامل وكيف تربح منه وكيف بامكانك تستخدمه باسلوب احترافي. هاي اول طريقة للربح كانت بالنسبة لي اللي هي من خلال مدونتي. هسا بالنسبة لقناتي على اليوتيوب، قناتي على اليوتيوب انا ماخذ بارتنر من اديسنس بشكل مباشر، مش ماخذ بارتنر من اي شركة وسيطة، وانا بفضل انه البارتنر او الاعلانات اللي موجودة على فيديوهاتك تكون من اديسنس مباشرة، مش من خلال وسيط زي مثلا فول سكرين او كويز جروب او ايش مكان، لانه هاي الشركات راح تقدم لك دعم، فبالتالي بما انها بتقدم لك دعم ما راح تعطيك ببلاش، فراح تاخذ نسبة معينة من ارباحك، ممكن 10 او 20 او 30%، اكبر نسبة اللي هي يمكن 40 او 45%، حسب الدعم اللي بتقدم لك اياه الشركة. طبعا انت ليش تشارك ارباحك مع شخص اخر إذا كانت أرباحك مثلا لسه يعني ببدايتها أو مش مكفيتك أنت أساسا؟ فلاش تشاركها مع شخص آخر؟
صح بقدموا لك دعم وبعملوا لك تسويق لقناتك ومن هالحكي، ولكن الناس حاليا صارت تروح تشترك بالوسيط او البارتنر الوسيط على اساس انه ما يتخالف او ما تيجي مخالفات على قنواته. احكي لك شغله صديقي، اذا بدك تتخالف كنت مع اديسنس او كنت مع بارتنر وسيط راح تتخالف. فالشركات هاي ما بتقدم لك حمايه، مش هذيك الحمايه اللي انت مفكرها. اذا انت مخالف راح تتخالف. طبعا بالنسبه لارباح اديسنس انا صعب اني اشاركها معكم، لانه في اتفاقيه اديسنس انت بتكون موقع على انه ما تخلي حدا يعرف كم ارباحك. احنا المشكله فينا انه ما حدا بيقرا هاي القوانين او الاشياء اللي بنوقع عليها او الاشياء اللي بنحط عليها صح ووافق على الشروط، احنا ما بنقراها، هاي مشكلتنا. فللاسف صعب اني اشاركك بارباح قناتي. طبعا هيك بكون انتهيت من كلامي عن قناه اليوتيوب. خلينا نشوف الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه زي ما انتم شايفين باستخدام موقع اختصار الروابط ادفلاي، شرحته سابقا بالتفصيل الممل. طبعا اذا بتلاحظوا هاي هون عندي اللينك توتال ايرنينجز اللي هي ارباحي بشكل مجمل من ساعة ما اشتركت معهم الى اليوم. ربحت منهم لحد الان $1,157.34. هاي النسبة بشكل كامل من ساعة ما سجلت الى اليوم. طبعا برجع بعيد وبكرر انه انا ارباحي لسه صغيرة، لانه لسه قناتي صغيرة ومدونتي صغيرة، لا تعتبر يعني قناة او مدونة كبيرة بالنسبة للقنوات والمدونات الاخرى. وزي ما انتم شايفين اليوم 16 الشهر صرت رابح لحد الآن بربح الشهر الحالي $28 فقط من خلال 31,000 زائر. طبعا خلينا نفوت ونشوف الأرباح كيف اندفعت. زي ما انتم شايفين هاي الجدول الخاص بالدفعات. أول شهر سجلت معاهم ربحت $10، الشهر الثاني 8، الشهر اللي بعده 12، الشهر اللي بعده 10، الشهر اللي بعده 15 18 36 46 49 108. هذا كان أعلى شهر بالنسبة إلي، $60، $56، $57، $77، $84، $58، $61، $73، $96، $67. هاي أرباح الشهرية زي ما أنتم شايفين. اشتركت معهم ب 1/7/2014 أو بشهر 7 اشتركت معهم بال 2014، وإحنا حاليا بشهر 2 بال 2016. على كل الأرباح هاي كلها اندفعت لي باستخدام البيبال. زي ما حكيت لك طريقة الدفع بتختلف، ممكن باستخدام اشي اسمه البايبال او البايونير او وسترن يونيون. في اكثر من طريقة زي ما حكيت لك للدفع. انت ما تهتم حاليا بطريقة الدفع، انت اهتم انك انت تشتغل على حالك وتربح. وبالنسبة للارباح ان شاء الله سحبها اشي سهل مش صعب، بامكانك تحولها وتسحبها بكل اريحية. وطبعا زي ما شفتوا هاي هي الطرق اللي حاليا بعتمد عليها للربح من الانترنت. اولا من خلال مدونتي، ثانيا من خلال قناتي، ثالثا من خلال اختصار الروابط. طبعا لهون بكون انتهيت من الفيديو، فأتمنى انه يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبك الفيديو افادك ولو بنسبة 1%، اتمنى منك تدعمني من خلال الضغط على لايك واشتراك بالقناة اذا ما كنت مشترك، وتشترك بالقناة الاحتياطية، رابطها موجود تحت الفيديو بالوصف. واذا كان عندك اي سؤال اي استفسار اي اقتراح بامكانك تترك لي تحت الفيديو بالتعليقات او من خلال صفحتي على الفيسبوك، رابط الصفحة موجود تحت الفيديو بالوصف. يا ريت تعملها لايك وتنورنا هناك. ولهون صار لازم انهي الفيديو واحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية. ولا تنسوا انه بامكانكم تروحوا على قائمة التشغيل اللي موجودة في قناتي الرئيسية اللي فيها 71,000 مشترك، لانه عندي قناتين، واحدة فيها 3,000 مشترك وواحدة فيها 71,000 مشترك. فانت بدك تفوت على قناتي الرئيسية، اتأكد انه فيها 71,000 مشترك، بعدين روح على قوائم التشغيل وادخل على قائمة التشغيل، بتشوف طرق الربح من الانترنت، ادسنس، اختصار روابط، رفع ملفات، ريفينيو هيتس اللي انا حاط اعلاناتها على مدونتي. او اذا مش حاب انك تغلب حالك وتروح تدور على قائمة التشغيل، بامكانك تدخل على المدونة، رابط التدوينة موجود تحت الفيديو بالوصف، اكبس عليه وادخل على التدوينة. راح اكون حاطط كل هاي الاشياء داخل التدوينة عشان اريحك واكون حاطط لك اياهم بمكان واحد. فشكرا لمشاهدتكم اصدقائي ويعطيكم العافية. كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.